بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا نحيي كاع ولاد عين طايا، باش انا راني مون فون دو عين طايا اي فيير دو لاتر، وربي يحفظكم ان شاء الله. بهذه المناسبه نقول لكم صحه رمضانكم ان شاء الله، نصوموا بصحه والصحه والهنا والعباده ان شاء الله. نتمنى لكم رمضان مبارك وهذا ما كان، وان شاء الله تلقوني عن قريب ان شاء الله في عمل سينمائي على مجازة 8 ماي. و فوالا سي اون فيرتي بور موا اللي ننتمي لبلديه عين طايا، لمدينه عين طايا، وين نروح نفتخر بها. والسلام عليكم.